قبل بقى ما اتفضل. ندخل في يا فندم، قبل ما ندخل في باقي النقاط المهمه، يا استاذه سلمى، يا استاذه سمر، صباح الخير، اتفضلي. صباح النور. انا كنت بس عايزه اتكلم بس في موضوع مهم دلوقتي. انا ابني في مدرسه في اسكندريه، مدرسه دوليه اسمها القدس الدوليه، مالكها اسمه استاذ محمد عمراوي. السنه اللي فاتت رفع المصاريف 40%، وهو المفروض النسبة اللي متفق عليها القانونية 7%، ورحنا واعترضنا. فطبعا هو هددنا ان اللي مش عايز يمشي، احنا عندنا ويتنج كتير، والكلام ده كان في اول 9، لانه حدد المصاريف متأخر، فطبعا ما كانش في اماكن ممكن نودي ولادنا فيها. ووعدنا انه مش هيرفع المصاريف كده تاني. السنة دي رفع المصاريف من 45% ل 50% واكتر. هي ايه معلش تاني، هي تجريبية ولا دولية يا سمر؟ معلش. نعم دي دولية. دولية تمام. دولية الباص بس، الباص بس السنة دي برفع 700 جنيه زيادة. الباص بس. لما رحنا واتكلمنا واعترضنا، طلع لنا ورق مختوم من الوزارة بموافقة الوزارة على الزيادة اللي هي تتعدى أكتر من 40%. جاب لك موافقة من الوزارة بالأرقام دي، بالزيادة دي؟ بالزيادة ديت بالأختام، وإن الوزارة كانت عايزاه يرفع المصاريف أكتر من كده عشان يتساوى مع بقية المدارس، بس هو عشان الراجل طيب وحنين مرضاش يرفع المصاريف عننا. كتر خيره والله. انا بشكرك. حاضر يا سمر. لا هو راجل بصراحه، يعني الواحد مش عارف يشتكي مين او يتضايق من مين، يعني حاضر من يا الراجل سمر. ولا حاضر. من الوزاره. انت عموما فتحت لنا نقطه مهمه اكيد كانت في المحاور اللي كنا هنسال فيها استاذ بشير عن المدارس الدوليه وفرض السيطره عليها، بس انت كمان اضفتي دلوقتي موضوع انه جاب لكم ورقه مختومه باختام وزاره التربيه والتعليم بتقول انه مسموح له يزود ال 40% دي. ناخد بس سعيد من حلوان. صباح الخير يا فندم.